بهدف الهروب من شبح البطالة وتوفير لنفسه منصب شغل، عكف هذا الشاب العشرين ابن البليدة على ابتكار عربة يجرها بواسطة دراجة هوائية يستعملها في نقل الأطفال في جولات ترفيهية. أنا في الحقيقة كان واحد أنا صاحبي كان عنده عربة ثانية هكايا مقبل، شفتها أنا يا ديت لي الفكرة باش غشت الشكل تاعها هكذا منها، ما ديك توكلت على ربي سبحانه والحمد لله. ضربت الشهر وانا معاها بشوية اللي ساعدتني فاني كفر. عندنا اتولي تاع نجارة فوق في الدار، ثاني واحد نعرفه صاحبي يخدم فيها، سمو لي ساعدني دور لي شوية تاع اللوح كيف نقطع هكذا باش فينيت هكذا. تجده هنا بساحة التوت وسط البليدة ينتظر زبائنه من البراءة الذين يأتون برفقة عائلتهم لينتقل بهم في جولة ترفيهية وسط الساحة، والابتسامة لا تغادر وجوههم. يقول لي ما شاء الله اليومين هذا مازالوا كاين شي عباد هكا يجيو كذا عائلات، يقول لي الله يبارك، يقول لي فكره هايله. تجبد الفلاري بزاف هما هذو الشباعه الحاشيه توفاني الجدم يا الضواء وكذا منهم الكليراج تاع علي على الدور تاعها في الليل كفر ما في النهار، وفاني دخل ديالهم موسيقى كذا تاع اطفال منا فاني موسيقى فاني تلعب دور مهم جدا يعني. بامكانيه بسيطه استطاع وليد ان يجد لنفسه وظيفه يعيل بها حاجيته اليوميه، واكتسب من خلالها قلوب الأطفال الذين يركبون هذه العربة المضيئة وسط مدينة الورود البليدة.